أعلنت الحكومة أنه قد بدأ بالفعل انتظام عمل عدد من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشكل مستدام طوال أيام الأسبوع من المكاتب المتخصصة والمجهزة لهم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت الحكومة أن ترتيبات الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة تسير بإيقاع سريع ووفقا لبرنامج زمني محدد بهدف الوصول إلى عمل الوزارات كافة بصورة كاملة من مقارها بالحي الحكومي في وقت قريب.